وحلم الشعب والأجيال بالحرية والاستقلال. قرار تفجير الثورة قرار مسؤول واعي، واتخذناه بعد ما استنفذنا كل طرق العمل السلمي. هذه الليلة رايحين نعلنوها ثورة شاملة في كل ربوع الجزائر. والعالم كله راح يعرف باللي كان شعب يكافح لاسترجاع حريته وكرامته وسيادته. اخواني ما يخفاكمش باللي المعركة راح تكون طويلة وشاقة، لكن النصر سيكون حليفنا بإذن الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.